نهاركم سعيد مشاهدينا لليوم الأربعاء 13 أيلول 2017. بين روسيا ولبنان توزع الحدث. في روسيا بحث للعلاقات ووعد بمزيد من التعاون الثنائي في أكثر من مجال. الزيارة اللبنانية إلى روسيا تختتم اليوم على ضفاف سوتشي بلقاء الرئيس سعد الحريري مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الحريري يعود من روسيا إلى طاولة مجلس الوزراء. أما بعد الطاولة فلا شيء واضح. فجأة مدت يد حزب الله إلى الرئيس الحريري الذي يتصرف بعقلانية لحماية الاستقرار بحسب نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم. هذا في السياسة، أما في المال فالسلسلة تنتظر قرار المجلس الدستوري ليبنى على الدفع مقتضاه. الراتب بسلسلة أم لا؟ لا شيء واضح، وقبل نهاية أيلول يظهر الخيط الأبيض من الأسود ويبنى الخبر اليقين. اهلا وسهلا في هذه الحلقه، برحب بضيفي، اهلا وسهلا فيك استاذ علي حجازي الصحفي والكاتب السياسي. أهلا وسهلا. هذه الملفات واكثر سنبحث اليوم على طاوله الحوار، اهلا وسهلا فيك معنا بنهاركم سعيد. يمكن في اكثر من نقطه اليوم بالداخل اللبناني عم يبنى عليا في السياسه، وان كان يعني ملف فعليا ملف السلسله هو الملف الطاغي الى جانب ملف الجرود وتداعيات معركه الجرود، انتصار الجيش اللبناني في تلك المعركة، آخر التطورات، التحقيق في ملف عرسال 2014. في كتير من الملفات عم بتكون ظاهرة أكثر من باقي الملفات، ولكن بداية لننطلق من الحدث اللي اليوم بده يصير اللي هو لقاء الرئيس سعد الحريري بالرئيس فلاديمير بوتين. ماذا يمكن لروسيا أن تقدم للبنان في هذه المرحلة؟ يعني قد يكون من المفيد التعاطي بهذه الإيجابية الكبرى مع روسيا، لأن واضح أن مستقبل المنطقة اليوم لا يعد أحد يستطيع أن يغيب الدور الروسي البارز فيه، وواضح جدا حجم التراجع الأمريكي على مستوى المنطقة، وبالتالي هذا التعاطي إيجابي. قد نستفيد من روسيا كثيرا، أولا على المستوى الأمني والعسكري، وعلى مستوى الحرب على الإرهاب الذي يعتبر لبنان جزء منها، روسيا شريك أساسي في مواجهة هذا الإرهاب، أكان على الساحة السورية أو في كل الساحات. ثانيا نحن يعني لا نستطيع أن نغفل دور روسيا التي باتت اليوم تلعب دور بارز على مستوى الساحة وعلى مستوى المنطقة، وتسهل الكثير من المصالحات وتسهل. ما هو واضح أن الرئيس سعد الحريري نوعا ما يسعى لأن تكون روسيا هي قناة التواصل مع سوريا، لأنه اليوم عم يحكي الرئيس الحريري من هنيك أنه ملف النازحين ما ممكن ينحل بلبنان إلا ما روسيا تتدخل، لأنه لها اليد الطولة في سوريا. ملف آخر لا يمكن أن يحل إلا عبر روسيا، وكأنه يسعى لأن تكون روسيا هي الوسيط كي لا يكون هناك تفاوض مباشر مع النظام السوري. أنا لا أفهم الرئيس الحريري أيهم أسهل، انك انت تروح 1600 كيلو بالطيارة لحتى تحكي مع الروسي بموضوع النازحين السوريين، او انك انت تنزل 90 كيلو متر الى دمشق وتحكي مع صاحب العلاقة بشكل مباشر؟ مش عم بيقيسها بالكيلومترات، اذا هو ما بده، هو اذا ما بده يروح، اذا هو ما بده يروح الاعتبارات تتعلق واضح جدا بالموقف السعودي الذي لا يزال حاد بموضوع سوريا. كان بيقدر يكلف اي حدا باسم الحكومه، بيقدر يكلف وزير من حزب الله، وزير من امل، مجرد وزير اي وزير يعني تواصل مع اللواء عباس ابراهيم. طوال الفتره الماضيه كان له اتصالات، بس ده امنيا، امنيا غير ما تفاوض بالسياسه وبملف بعتقد بالملف الامني وبملف النزوح. هو منه ملف سياسي، اخر همه الرئيس الأسد والحكومة السورية أنه والله نجيب اعتراف من الحكومة اللبنانية أنه هذا النظام مستمر وباقي وسلطة شرعية، آخر همهم، أو حتى ما بيعني لهم. إذا آخر همهم، لماذا إصرار الفريق اللي هو صديق وحليف للنظام السوري، حزب الله، حركة أمل، هذا الفريق، لماذا إصراره القوي على فتح قنوات تواصل مع النظام السوري؟ والأمين العام لحزب الله أكثر من مرة قال، فإذا في آخر واقع، إذا آخر همهم أوكي في واقع، بس إذا آخر همهم لماذا هذا الإصرار؟ في واقع. نحن بلد عندنا حدود مع فلسطين المحتلة مقطوعة، وحدود مع سوريا، وحدود مع سوريا، في حكومة ثبت أنها باقية في سوريا، في نظام باقٍ، في وضع اقتصادي وأمني وسياسي واجتماعي، وموضوع النازحين مواضيع ضاغطة
على الساحة اللبنانية، المنطق يقول انك تروح تحكي انت مع الحكومة السورية، اقله يا خي ما بدك تحكي انت وياه بالسياسة، المقصود انه اخر هم هون. يعني اليوم يلي كل المجتمع الدولي بات مقتنعا، حتى ان السعودية في مكان ما بلغت ما تسمى بالمعارضة السورية انه عليكم ان تقبلوا ببقاء الاسد اما سياسيا واما عسكريا، بالتالي ما بيعود بالسياسي في اهمية انه يطلع. يعني اخر تنهار سوريا دولة ما بيعنيها اذا وزير سابق بيطلع بسبها او اذا يعني نائب بيعمل لي تصريح من هون ومن هون، يعني هذا قطار وماشي، اللي بيركب فيه اهلا وسهلا، اللي ما بيركب اخر شيء بده يركب بهذا القطار بس. ولكن في ملفات عالقة بيننا وبين سوريا على المستوى الاقتصادي. طيب يا خي انا ابن لبقاع، او يا خي ما بدي اقول ابن لبقاع، يا خي ابن عكار، في منتوج زراعي إيه؟ هذا المنتوج الزراعي عم يكسر. هلا فايتين على موسم تفاح. طيب وهيدي الأزمة الجديدة اليوم عملية التصدير عبر البحر أول شيء إلها عقبات، موضوع الوقت وموضوع التكلفة. طيب عبكرة سوريا بدها تفتح المعبر بينها وبين الأردن. طيب قديش بيكون إيجابي جدا أنه نحن يكون في اتصال بيننا وبين هذه الحكومة. يوم اللي حكي عن هذه النقطة تحديدا يقول الوزير مروان حمادة أنه أنا شو بيضمن لي هاي الطرقات آمنة، ولا بدي أتواصل مع نظام هو مش قادر يسيطر على أرضه لحتى قل له دخيلك قطع لي الكونتينرات لوصل. والله لو أنك أي اللي بدك تسألني هذا السؤال كنت جبت لك خطابات التمجيد للوزير مروان حمادة بالبعث وبسوريا وبالرئيس الأسد. في فرق، في فرق بين الموقف السياسي المنطقي، وفي فرق بين انك تحكي لتحكي. هذا حكي لمجرد انه نحكي. يعني انت برايك الدولة السورية مش برايك، روح اسال كم لبناني اليوم بيركب بالسيارة. انا اليوم عندي اصدقاء حني نايمين بحلب، طلعوا من حمص على حلب بلا سلاح وبلا امن وبلا مرافقة. يعني انه الدولة السورية عم تمزح لما تقول انه الطريق امن، يعني الطريق امن. لما تقول الطريق مفتوح يعني الطريق مفتوح. ساعة اللي بتقول سيطرت يعني سيطرت. عدا ذلك كله حكي بحكي. يعني انا هلا شو بدي اروح جيب له ضماني من الحكومة السورية وكتاب من وزير الداخلية او وزير الدفاع السوري انه والله نحن نضمن لك انه هذا الطريق مفتوح. هي اذا بدك حجة من الحجج التي تقال لعدم التواصل مع النظام السوري. النصيحة بيعتبروا انه في عداء بينهم وبين النظام السوري وبالتالي مش لازم نفتح معه. اول شيء ما بيقدروا يعتبروا هني في عداء بينهم وبين الدولة السورية. في اتفاقات، في دستور، في قانون، في رئيس جمهورية. لما نقعد على مجلس الوزراء نحن متفقين على شغلة وحيدة، إسرائيل هي العدو، ولا حدا بيقدر يقول سوريا عدو. هلا عدو على صعيد شخصي، على صعيد سياسي بيعتبروا نائب النفس. فإذن اللي عنده مشكل مع سوريا كموقف شخصي يحط لنا موقفه الشخصي على جنب ويجي لنقعد نحن وياه نتباحث بالمصلحة اللبنانية في العلاقة المنظمة مع سوريا. طب أنا بدي أسألك سؤال، ممكن هذا الفريق برأيك ممكن يوصل لمحل ينسف سياسة النائب النفسي اللي عم يتمسك فيها بطريقة أنه يعني معتبرها هي الحماية لإله؟ كلا سياسة النائب النفس وين ترجمت أو وين يعني كانت المصلحة اللبنانية بموضوع النائب النفس؟ يعني خيب أقله على المستوى الأمني أنت عيب تقول نقي بالنفس. دول أوروبية عندها موقف حاد من الرئيس الأسد ومن النظام في سوريا، فاتحة اتصالات من تحت الطاولة شغالة. أنا مبارح لقيت وفد إسباني أمني كنت على الحدود طالع، شفت ضباط إسبان عم بيجوا من لبنان، جايين من لبنان رايحين على سوريا، شفتهم على نقطة يعني المعبر الرسمي. طيب يا خيي انا كيف بدي اعمل نقي بالنفس بالوقت اللي البلد الحد مني في تنظيمات ارهابيه عم تخطط للدخول عندي؟ يعني انا اذا بدي روح اجمع، اذا بكره بالمرحله الماضيه هلا انتهينا بفضل حزب الله والجيش العربي السوري والجيش اللبناني انتهينا منها. يعني نحن بهديك المرحله اذا توفر لدى الاجهزه الامنيه السوريه معلومه تقول بان مجموعات إرهابية مسلحة تخطط الدخول إلى منطقة مجد العنجر اللي هي على الحدود مع سوريا، إذا بدها تبلغنا بنقول له لا 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 خيي ما تبلغونا نحن نائيين بنفسنا. يعني اليوم
موضوع النائب النفس يكون متعلق بملفات قد لا تكون فيها مصلحة لبنانية. يعني أنا اليوم ما إلي أخذ موقف حاد من موضوع الصراع الحاصل بين كوريا الشمالية وأمريكا، خي بعاد عني آلاف الكيلومترات، بيكون عندي موقف بتمنى ما في يصير صدام أو إلى ما هنالك، بس أنا ساعة اللي بتكون النار ببيت جاري مشتعلي ما فيني أقول له ما خصني وما بدي أتعاطى أنا وياك. خي ما عم بطلب منك تروح تساعده، ما حدا طلب منك تساعده، بس بالحد الأدنى حاول أنت يضل في اتصال بينك وبينه لتضمن أنه هيدي النار ما يوم من الأيام توصل لعندك. توصل لعندك. للحديث تتم بملف الجرد، لأنه بدي أحكي عن هيدي النقطة، أحداث أرسال 2014، ماذا حصل في المعارك الأخيرة، لماذا محاولة تقليل حجم الانتصار اللي صار على الحدود، بدي أحكي بكل هيدي التفاصيل. بس تأنهي الملف الروسي، أخذنا الملف الروسي لبعيد اليوم، إضافة للملف ملف التعاون أو التنسيق الروسي ما بين لبنان وسوريا اللي عم يسعى له الرئيس سعد الحريري، في ملفات أخرى من ضمنها مبارح بيقول الرئيس الحريري بدنا نساعد الجيش. سبق وروسيا كان في إلى محاولة لدعم الجيش اللبناني وما مشيت بلبنان، وقفت لأنه يومها كان الموقف من روسيا مربوط بالحرب في سوريا. يعني كان في حدا مفتكر أنه روسيا ستخسر الحرب في سوريا، أو مقتنع أنه ممكن لروسيا أن تخرج إلى حرب في الشرق الأوسط وترتضي لنفسها الهزيمة. وكان يومها بعد في حدا مفتكر انه والله بيقدر يدفع له مصاري للرئيس بوتين لحتى يغير موقفه، وكانوا عم يبعثوا له مفادين وامراء وملوك انه بلكن يعني تعال نتفق نحن وياك لحتى نخلص موضوع النظام في سوريا. يومها كان الوضع مختلف. انا بقول لك هلا وانا اكيد اغلب الأنظمة العربية باتت ترغب في علاقة مع روسيا على مستوى جيد، لأن التجارب أثبتت أن روسيا لا تتخلى عن حلفائها. بالوقت اللي أمريكا أول يوم تاني يوم تالت يوم بتقلن لحلفائهم بعناكن، هيدي مصر، هيدي ليبيا، هيدي اليمن، فجأة بيقلك أنا خالص بالوقت اللي تبين أنه لا، روسيا إذا عندها موقف تحافظ على موقفها، إذا عندها حليف تحارب مع حليفها. هلأ الشباب الموقف من روسيا تغير، وفهمانين هني بشكل كتير واضح انه دور روسيا بعد 2011 بالمنطقة ما بقى حدا يقدر يغيبه، ما بقى في حتى الولايات المتحدة الامريكية مش قادرة تغيبه. دونالد ترامب على اذا بدك على مساوئ العلاقة مع فلاديمير بوتين وقلة يعني هيك الكيمستري بيناتهم، وعم يضطر يتواصل معه بالملف السوري. صحيح صحيح، لأنه عم يتفقوا على كل شيء، لأنه اليوم روسيا باتت اللاعب الأقوى في المنطقة. هلأ موضوع تسليح الجيش، يعني منيح الحماس المستجد بموضوع الجيش، برافو أنه نحن والله صرنا بدنا نسلح الجيش، موقف إيجابي. بس طيب ليش نحن ما منكمل ومنروح أيضا باتجاه إيران؟ بدك شوف لي هون العوامل، هل هي نفسها أم أنه نحن مشتغل بالقطعة صرنا؟ وين السعودي بيرضى وين بيقبل منروح، بالمحل اللي هو ما بيروح عليه نحن ما فينا نروح. هلأ في فيتو على إيران، بدنا نسب إيران الصبح والظهر وعشية، في فيتو على روسيا، بدنا نسب روسيا الصبح والظهر وعشية. بيتحسن موقف الروسي مع الخليج، لا فينا نروح نحن نحكي مع الخليج. هو هذا الإطار اللي عم ينشغل فيه، هذا نفس المعايير. سابقا كان الحديث مع روسيا جريمة، روح شوف انت البيانات والتصريحات حول الدور الروسي في سوريا، وانه يعني المشاركة في القتل ومدري شو، شوف الاعلام اللي كان مفتوح، الطائرات الروسية ارتكبت مجازر وكذا. هلأ الحمد لله انه كل هيدي التمثيليات خلصنا منها، كل هيدي المشاعر الفضفاضة الانسانية حول الطائرات الروسية التي تقصف وتقتل ومدري شو خلصنا منها. تنعوا الشباب انه في معادلة جديدة في المنطقة لا يستطيع من خلال أحد أن يغيب روسيا، وبالتالي ضروري التواصل مع روسيا محسوم. هناك من يقول أنه اليوم لبنان عم يسعى، واضح أنه الكيك عم تتقسم، وبالتالي عم يسعى لأنه يكون على الطاولة للتقسيم لا أن يقسم مع الكيك. هلأ ليك مروحة الأمان اللبنانية أكبر مما حدا يقدر يتخطاها.
موقع لبنان محفوظ، إيه بس إنه دوره إنه محفوظ، يكون ملف يتقسم هون وهون، غير ما أنه يكون هو على الطاولة قاعد. ما تنسى لبنان رح يقدر يكون على الطاولة، لبنان شريك. روح أنت شوف اليوم الدور اللي عم يلعب في لبنان لجهة يعني المشاركة اللي شاركها حزب الله في سوريا واللي يستفيد منها لبنان شاء من شاء وأبى من أبى. حول لبنان مش إلى ملف، لبنان شريك اليوم في الحرب على الإرهاب. حتى المعركة اللي شارك فيها جيش اللبناني قبل أسابيع، بارح الرئيس ميشيل عون بعث له رسالة لدونالد ترامب قال له نحن عم نحارب الإرهاب سوا. صحيح، لبنان نجح من خلال الدولة اللي لعبته المقاومة ومن خلال الدور اللي لعبه الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية بأن يكون شريكا. اليوم مش بسيطة يطلع الرئيس الأسد يقول شكرا للجيش السوري، شكرا لروسيا، شكرا لإيران، شكرا لحزب الله. يعني أنت هون صرت عم تحط هذا الحزب بمصاف اللاعبين الكبار. هلأ في حدا ما بيقبل، في حدا بيقبل بس، لكن الواقع يقول بأن لبنان بات جزءا أساسيا من المواجهة مع الإرهاب. لا يمكن التعاطي معه مثل ما كان سابق أن يتفكر أنه ضيعة صغيرة نقطة بالخريطة، وأنه يعني صار فارد نفسه، فارد نفسه. والأهم من هذا كلياته سوا، لبنان أول بلد عربي يحصن نفسه بشكل جدي وحقيقي من الإرهاب ومن خطر التنظيمات التكفيرية. ولبنان هو أكثر دولة اليوم حققت إنجازات على مستوى المواجهة الأمنية والعسكرية مع التنظيمات الإرهابية، وبالتالي هو جزء من المفاوضات، لن تكون المفاوضات عليه. مستحيل، بالعكس، لبنان اليوم بيقدر يحط شروطه. رفعت عنوان مكافحة الإرهاب، أنا شاركت في مكافحة الإرهاب، أنا اللي كافحت. أنت اليوم عم تعمل تحالف دولي لمحاربة داعش، أنا أول من شارك الجيش السوري في محاربة داعش. النصرة بالنسبة لك إرهاب، هلأ فقت تقول عنا إرهاب. أما نحن في لبنان في فريق أساسي من 2011-2012 يتعاطى مع هذا التنظيم على أنه إرهاب. حاط الدم، أيضا أنا حاط الدم بمواجهة الإرهاب، وبالتالي أبدا لم يعد لبنان الصغير بدوره وبحجمه، وانه يعني نحن اللي بيطبطبوا لنا الفرنساويه وبيطبطب لنا الخليج، وانه لا تخافوا ونحن بنحميكم وفي مظله دوليه وكذا، هذا ما عاد حاجه بالنسبه لنا. نحن عنا، نحن اليوم قوة. دورنا عنا، قدراتنا عنا، وجودنا عنا، مقاومتنا عنا، جيشنا عنا. رئيس جمهوريه قال لأمريكا لا، قال لهم للأمريكان لا، طلع السيد نصر الله قال، قالوا له الأمريكان أجل، قال لهم ما بأجل. الآن بدأت الحرب على عمل مجد دغري، دعا لمجلس دفاع أعلى وأعلن الحرب. من هون أنت يفترض كلياتنا سوا، هذا اللي بيزعجوا قتال حزب الله في سوريا. يا حبيبي تعا أنت على مستوى المصلحة اللبنانية فكر بشغلي، أنك أنت كتبت بتاريخك أنه في لبنانيين شاركوا في محاربة وهزيمة، خلينا نقول أوسخ تنظيم إرهابي في تاريخ المنطقة. هل قد لبنان دوره قوي ومميز؟ إحنا عم نحكي عن قصة التنظيمات الإرهابية والمعارك ضد التنظيمات الإرهابية. اليوم في ملف أساسي بالبلد هو محور، خلينا نقول تجاذب مش خلاف، لأنه الكل مجمع على ضرورة معرفة الحقيقة بحسب ما يقول الرئيس سعد الحريري، ولكن بلا تسييس. اليوم ملف أحداث عرسال 2014، بدأت تحقيقات المخابرات الجيش في هذا الملف بعد ما أوعز رئيس الجمهورية إلى وزير العدل بإطلاق التحقيقات بأحداث عرسال. من خطف الجنود؟ لماذا خطف الجنود؟ من خطف الجنود؟ طبعا هوية التنظيمات واضحة، بس ولكن من الذي سهل ومن الذي شارك؟ بعتقد انه انتظار التحقيق هو لتثبيت القناعات اللي موجودة عند كتير من اللبنانيين واللي مثبتة بمعطيات ومعلومات تقول بأن هناك جهات ما أخطأت، إذا بدنا نغفر لها، جهات ما غطت مشاركين في خطف الجنود، وبالتالي هناك فضيحة كبرى تتعلق بالذي جرى في عرسال 2014.
يعني اليوم إذا أنا بدي أجي أتعاطى بطريقة أقول فيها أنه خلينا ننتظر التحقيق، بكون عم بكذب على اللبنانيين. ليه؟ لأنه أنا بعرف أنه أبو عجيني الموقوف اليوم، وهيدي بدي أنا أنصح البعض أنه هيدي هالمحاولات لتبييض صفحته، وأنه لا هو ما له علاقة بملف المخطوفين، مأخوذ بملف تاني، وهيدي هالمعطيات وكب الكلام أنه قد يطلق سراحه بين اليوم والآخر، هذا كلام كتير خطير. لا بس ما هو عم ينقال هذا الشيء استنادا لما يسرب من التحقيقات أنه هو موقوف على بملف عملية خطف وطلب فدية. ملف بس فوتوا لل الشهيد زهرمان على بلدية عرسال، كان بعده حيا يرزق. واللي قتلوا للشهيد زهرمان حسين ابنه لأبو عجيني، هو بنفسه يقال انه صار بإدلب، صار بإدلب، فل للأسف طلع بهويات سورية مزورة هو عائلته، فل على إدلب. بس يومها قال له لأبو عجيني بالحرف الواحد تخلصونا منهم، هودي خنازير حزب الله، هذا أبو عجيني. بعدين هو رئيس بلدية كان يومها، ما طيب بالتحقيق معه. ألا يتحمل مسؤولية رئيس بلدية أن يدخل لبنانيين يومتها كانوا كتار مشاركين لبنانيين، عناصر من الجيش اللبناني إلى مبنى البلدية ويقتلوا؟ ما ظهر بالتحقيقات هؤلاء الجنود، أو على الأقل ما كشف عن التحقيقات يوما، يقال أنه اللي عمله هو أنه سحبهم لعنده ليحميهم، بس ما ضلوا عايشين. الشهيد زهرمان دخل إلى بلدية عرسال حيا يرزق، وصفي على يد حسين ابن أبو عجيني داخل مبنى البلدية. فإذن يمكن وأي حكي بتروح آخر هو فإذن بتروح التهمة على حسين. لا أبو عجيني. اليوم أنت ما فيك، هو رئيس البلدية دي وهيدا مبنى البلدية، وكان هو حاضر، لماذا لم يمنع؟ ما أقول لك، قال له نهودي خنازير حزب الله، هذا كلامه. بعدين مش هو دعا أهل عرسال إلى التسلح، أنه اللي بيوقفك اللي بيطلع فيك خلص من يوم ورايح ميل باروتك، هذا الشخص بمرحلة ما عاد حمله راسه، هذا الشخص بمرحلة ما عاد حمله راسه. بعدين هو قابض مصاري، قابض مصاري بعمليات خطف، قابض فدية. ايه هيدا اللي عم يحاسب، عم 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 بيحقق يعني اليوم على هالأساس. يعني هلا انا فيني اطلع اخطف حدا وقبض لي مليونين دولار وخلال جمعة بتنتهي القضية؟ انا عم بسأل، بده يقعد سنين بالحبس والا بيكون ظلم بحق الناس؟ في شيء مثبت؟ في شيء مثبت؟ روايات ابن، اذا انا بدي خيي اعتبر اللي انا عم بحكي ايه، عبادة ابن ابو طائية قال انه ابو عجيني كان شريكا لنا في عمليات خطف وقبض فدية. هيدي عم يتحاسب عليها. عمليات الخطف سبع سنين، هذا اللي عم بكب معلومة بالبلد. واحدة من الملفات اللي عم يتحاسب على اساسها اللي هي عمليات خطف ودفع فدية، الروسيات اللي انخطفوا من المعاملتين وطلعوا على سوريا من زحلة. من مظبوط، من زحلة. ايه هيدي عملية خطف. مزبوط. مين ما كانت الهوية؟ اثنين، ابو عجيني جزء من منظومة غطت عمل النصرة وداعش داخل عرسال، وامنت المظلة لهؤلاء ليدخلوا الى قلب عرسال ويخطفوا الجنود اللبنانيين. وهو كان قادرا مع الكثيرين في عرسال على منع التنظيمات الإرهابية من إخراج الجنود من داخل عرسال. سيدان على هيدي الاتهامات. اكيد سيدان. تقول عنها حضرتك سيدان. هلأ اليوم بالمنطق، إذا أنت بيكون عندك علم أنه في جريمة قتل بدها تحصل وما بتبلغ الأجهزة الأمنية، أنت تكون شريك المجرم وغطيت عليه، صح ولا لا؟ كيف إذا أنت بتكون جريمة القتل عم ترتكب داخل مبنى أنت تتولى مسؤوليته، وحاضر أنت على جريمة القتل وابنك عم بينفذ جريمة القتل، بيطلع أنه يوم اثنين ثلاثة بده يطلع تحت اي عنوان وتحت اي حجة؟ بس انا بعتقد انه كب هذا المعلومات لا اساس له من الصحة، زلمة فات ومأخر ليطلع، وفي فضائح كتير موجودة عنده. ومن هون انا دعيت وبرجع بأكد، المطلوب القاء القبض على مصطفى الحجيري ابو طاقية حيا يرزق. رح احكي عن ابو طاقية، بس بما انه عم نحكي عن علي الحجيري ابو عجينة، في شاب من عرسال هلا بيقول لي اللي قتل زهرمان اسمه عمر حميد. عمر حميد قتل الرائد بشار علياني، وهو شقيق خالد حميد. نرجع الرواية، فاتت سيارتين هامفي بعتقد للجيش اللبناني، نفذوا عملية أمنية على إسارها قتل خالد حميد.
عمر حميد خيو لخالد راحت هودي الدوريتين انطلقوا باتجاه الرعيان ما عندهم علم انه طريق الرعيان مقفل. وصلوا على محل الطريق مسكر بوجههم تلج. كان كتير من العراس اللي حملوا سلاح ولحقوا الدوريتين. وصلوا لهونيكي صار في مقاومة من السيارتين. هودي السيارتين اخذوا رد. لما نزلوا السيارتين على داخل عرسال كان الرائد بشعلاني مقتول وموضوع على غطى موتير السيارة. وكان حسين يقود احدى هذه السيارات. لما فاتوا واللي قتلوا يومها كل العراس اللي بيعرفوا انه هو عمر حميد عمر التوملي او شيء عمر حميد ايه هو ايه ملقب بهذا الاسم خيو لخالد حميد. اما الشهيد زهرمان قتل على يد حسين الحسيني. هل هو في واحد من الفيديو بيقول ابن ابو عجين صحيح وهذا داخل مبنى البلدية ويومها طلع معه انه لبسيه مدني. بس البدلة اللي كان الشهيد زهرمان كلها دم هيدي ما عرفوها انه عسكري. واضف الى ذلك يا خي وحتى قضية روسية اللي صدر فيها حكم وتم سجن سوريين وعلاء الحجيري ايه ما حدا خصه يعني ما خصه ابو عجيني يعني مش نحن يا خي اليوم ليش دائما كل شيء انت بدك تحكيه بدك تتهم على انه مش صح. يا حبيبي مش انا عم بقول نجل ابو طاقية عم بيقول عبادة انه ابو عجيني شاركنا في عملية الخطف وقبض فدية لقاء ذلك. يعني مش نحن في تحقيق موجود لدى القضاء اللبناني. بعدين اذا حسين ما خصه بقتل الشهيد زهرمان علما انه كل التحقيق وكل الوثائق وكل المعطيات والمعلومات والموقوفين لدى اجهزة الامنية اللبنانية تتهم حسين بشكل مباشر. ليش فل على ادلب؟ ليش يسلم نفسه كان ليش ترك نايفل عقدلي هلا يقال بانه فل بطاقه مزوره ما بعتقد لحاله هو عائلته عم يحكى عن 26 او 27 شخص غادروا وعم يحكى عن مطلوبين في طرابلس ايضا غادروا ايش اي نعم غادروا من عرسال غادروا عن طريق عرسال وهذه كانت إحدى شروط التسوية التي حصلت. مين يعني من طرابلس مطلوب؟ ما بعرف أسماء يعني معلومة بعد طازة إيه؟ ما حققنا بالأسماء بس إيه؟ ولكن هناك أيضا مطلوبين خطيرين من طرابلس اشترطت النصرة بشكل كتير واضح هودي اللي مش موقوفين على أنه صحيح خارج السجون إيه؟ بدأ يفلوا معها وفلوا معها وارتاح لبنان منهم يعني ما بزعل أنا أنا قديش بيقدر أخلص من هذا الوسخ وهون قديش بشوف موقف سوريا إيجابي وقديش إنها سوريا حريصة على الأمن اللبناني لأنه لو بدها سوريا قال السيد كانت بتقول بيقدر يقول له لا خليهن هون خي أنا ليش بدك تحملني وزرن ما أنا آخر شيء إدلب محافظة سورية بدي روح حررها ليش بدك أنت تدعم لي الجبهة بمقاتلين وبزعران وإلى ما هنالك فلو بعد الفاصل الإعلاني بدي كمل بهيدا الملف بدي روح عند شيخ مصطفى الحجيري مصطفى الحجيري بدون صفة شيخ لو سمحت بيزعلوا هيئة علماء المسلمين خي بيقول فاصل قصير ونعود لمتابعة هذا الحوار عودة لكم مشاهدينا وإلى القسم الثاني من نهاركم سعيد لليوم الأربعاء 13 أيلول 2017 أستاذ علي كنا عم نحكي بالفاصل الإعلاني عن ما حدث في عرسال في المرحلة الأخيرة حكينا عن توقيف علي الحجيري رئيس البلدية السابق من ضمن المطلوبين اليوم آخر المعلومات تقول أنه بعده منزله مطوق شيخ مصطفى الحجيري أبو طائية مصطفى الحجيري أبو طائية بعده بيته مطوق بعده مطوق وبعده هو داخل الجامع معه اثنين او هو ثلاثة هو ثلاث طوابق في جامع ومستشفى ميداني الجامع وبيته. اخر شيء بيته مصطفى صف جامع ثابت عند الجامع اخر شيء هو موجود داخل الجامع معه اثنين او ثلاثة محيطين فيه فقد اي دعم او اي تأييد او اي مساندة من داخل البلدي بعرسال بس خطير كتير هذا بلش الحكي حاول انه والله يمكن فل ويمكن ما فل ايه بس في هيدا الحديث لمبارح مصطفى الحجيري داخل عرسال واللي بيقول غير هيك بيكون عم يكذب
وهيدي عملية تهيئة الأجواء بليها. لا لا فل وما فل بليها. وما نتمنى على جهاز المخابرات اللبنانية تحديدا جهاز المخابرات تفتيش أي سيارة فايتة وطلعة على عرسال أساساً مسكر. أمنية وغير أمنية أساساً مسكر أمنية وغير أمنية أساساً مسكر عرسال. بس نحن ما بدنا بس يفتشوا السيارات المدنية إيه؟ السيارات الأمنية والمدنية مثل كيف يعني؟ يعني كان في سيارات بتشتغل لأجهزة أمنية تطلع عدوية للمسلحين على الجرود وتطلع مصاري وتطلع وممنوع تتفتش. في عسكريين كانوا يشوفوها سيارات كتر مسنديقة معباي ما تقدر يعني تمشي تطلع الجرد تروح تحمل أدوية ومساعدات. يا ما صار في خلافات داخل عرسال بين الأجهزة الأمنية على خلفية إنه بتفتش السيارة ولا ما بتفتشها. أبو عجينة كانت أجهزة أمنية سيارات تاخده وتنزله على الحكيم على بيروت وترده على عرسال بالوقت اللي كان عليه مذكرات. لا حدا يحكي عن عرسال وما جرى في عرسال أو يحاول يوزع الاتهامات لأنه الارتكابات والفضائح اللي انعملت بعرسال من قبل أجهزة أمنية وغير أجهزة أمنية وفرقاء سياسيين بتعمل فضيحة بالبلد ما حدا بيقدر يحملها. طيب على هالأساس يعني ليه عم نعمل تحيات نحن ما زال ما حدا بيحملها للفضيحة؟ الرهان على دور فخامة الرئيس. فخامة الرئيس مصر هذا الموضوع بيعني له. فخامة الرئيس ابن هذه المؤسسة العسكرية ممتاز جدا وكان واضح يوم تشيع الشهداء وكأنه والد أحد هؤلاء الشهداء. يا أستاذ مالك الذي جرى باثنين آب كل تفصيل فيه رح أرجع بالاثنين آب رح أرجع لاثنين آب ماذا حصل ولوين ممكن توصل التحقيقات لأنه فعليا هناك اليوم من يراهن أن تقف التحقيقات عند أبو طائية وأبو عجينة وليس لا بدك تشوف أنت مثلا مين اللي قاله لأبو طائية روح خد العسكر وزير اتصل فيه قاله روح حطهم بعهدتك خلي يتفضل عبكر الوزير عنده مقابلة عندكم هون يقلنا الوزير جمال الجراح هو على أي أساس اتصل بشكل مباشر بأبو طائية وهو اللي قال له روح خد العسكر وراح أبو طائية أخذ العسكر يجاوب أرسل خي أنا ما بظلم بدي أحكيهم مثل ما هني يلا احكي راح أبو عجيني وشخص اسمه أبو خالد القطشي ومعهم اثنين ثلاثة عراسلي وصلوا على المخفر المفرزة تبع قوى الأمن الداخلي بمحاولة إنه بلكن بيقدروا يجيبوا العناصر منهم من تعرض للضرب خبيط من المسلحين وأبو عجيني دفشوا على الدرج. من هون نحن نلاحظ ولا مرة قلنا يومها إنه أبو عجيني النقطة المسجلة على أبو عجيني بالملف الأمني هو يوم اللي صار مع الشهيد بشعلان وزهرمان. هلأ هون ضاعت الطاسي ما قدروا اتصل الوزير جمال الجراح بمصطفى الحجيري أبو طائية وكلفه أن يذهب إلى المفرزة ويأتي بعناصر قوى الأمن الداخلي وهذا ما حصل فعلا. طيب بعدين أبو طائية سهل ولو بده أبو طائية ما بيخلي عسكر يطلع من عرسال وكانوا المسلحين أساسا ضايعين وبقي أساسا سبع عناصر متخبيين بقلب عرسال يوم واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة لقدروا أمنوا خروجهم. فمثل ما أنت كنت قادر تخبي سبع عناصر لخمس ست أيام أو تحديدا سبعة أيام داخل عرسال كنت قادر أنت تحمي بقية العناصر وما تسهل عملية بس إخراجهم. وقتها حينما سئل مصطفى الحجيري أنه ليش سلمتهم ليطلعوا للجرد بعد ما كانوا عنده بالبيت بالمستوصف وبالمسجد بيقول أنه أنا كنت رح موت أنا حاولت أحميهم بس ما قدرت أحميهم كتير ما أجت الدولة أخذتهم. هيدا اللي قالوا قال أنا جزء من الهجوم لعندي. المسلح الذي حصل على المفارز الأمنية والمراكز العسكرية داخل عرسال السلاح ما تسلم من عند بيت أبو طائية. كان في ناس ما معها سلاح أخذت السلاح من عند بيت أبو طائية باثنين آب وراحت تهاجم وتشارك في عملية الهجوم والمسجد تبعه ما كان عم المكبرات الصوت تبعه عم تدعي إلى الجهاد حي على الجهاد
ما بيقدر يكذب. لا هو عم هو يوم قال هو انا مش عم اقول هلا يكذب. يوم كان تبريره بانه هو حاول يحميهم حطهم عنده يوم اثنين ما اجت الدوله اخذتهم اجوا المسلحين اخذوه. لا هو يكذب اللي بده اياه فللوا ما بدنا نحكي اشتغل حسب الهويه المذهبيه ما بدنا نرجع لهديك المرحله. لاحظ انت فلل ثلاثه كيف قدر فللهم؟ ومعلش بدي اسال انا ليش كانوا من لون واحد؟ كان هو اللي بده اياه بيقدر يعمله وبيمون على اللي بده اياه وبينفذ اللي بده اياه وكلمته ما بتصير اثنين هو وغيره عن جبهه النصره وعن داعش ما كان هلا عندي داعش هن كانوا العناصر عندهم بالحد الادنى كانوا قادرين اذا هن ما بيمونوا ما يطلبوا هدني عبر هيئه علماء المسلمين ويقولوا اتركوا الموضوع علينا. الموضوع منه متعلق بسياره مسروقه الموضوع متعلق بأرواح عسكريين يوم طلبت هيئة العلماء المسلمين لتطلع شوي قال رجعوا قال والله خزلونا ويوم هجن عليهم العميد روكوز قال له شو يعني خزلوكن حرفيا شو يعني خزلوكن كيف انتو بتطلبوا منا وقف اطلاق نار على اساس انكم انتو رايحين تجيبوا العسكريين شو بترجع بتقلي خزلونا ما انا من الاساس كنت بعمل عملية عسكرية يا خي ما بعمل للي عم يعمل حمل لي بالون انه عملية عسكرية داخل عرسال كانت ستؤدي ومدري شو يمكن هذا مبرر صح بس ما كنا قادرين نحن نفرط طوق بالنار على عرسال على عرسال نمنع فيها المسلحين من الخروج ونضغط عليهم ونتفاوض نحن وياهم تحت النار والحصار داخل عرسال لنفهم منهم شو بدهم وبناء عليه نتفاوض نحن وياهم اكيد انا لما بدأت كان واضح يوم ما قيل عن تلك الاحداث انه كان بدهم عماد جمعة والدولة اللبنانية رفضت تعطي ليش بدها تعطيهم عماد جمعة على اي اساس؟ وليش رجعت هلا قبلت بالتفاوض وقبل ما كانت تقبل بالتفاوض؟ عناوين التفاوض هلا تختلف عن المرحلة الماضية، هلا انا فاوضت على قاعدة حررت ارضي كلياتها سوا، استرديت عسكرييني استرديتهم شهداء بعد ثلاث سنين والله بدك تسأل ليك المشكل مش بالاخر مش بالختام، هذا الختام لا حدا في لبنان اختاره هذا الختام الخاتم اختارها الصراع داخل داعش بين أبو بلقيس العراقي وخليفته مما أدى إلى استشهاد العسكريين الخلاف هو حول كيف سهل إخراج العسكريين اللبنانيين من داخل عرسال هونيك التحقيق ما حدا يجي يقول لي يعمل تحقيق إنه والله كيف استشهدوا وليس استشهدوا على أي أساس استشهدوا هذا الموضوع ما كان قرار لبناني أبدا ولا بعتقد في لبناني مشارك فيه الموضوع التحقيق يفترض أن يكون حول الذي جرى ما قبل 2 آب 2014 وصولا حتى 2 آب 2014 والمرحلة اللاحقة يا أستاذ مالك الشمس طالعة والناس إيش أبو طقي مين اللي حماه وأبو عجين مين اللي حماه مين اللي حماه حمته هذه السلطة السياسية الممثلة بفريق 14 أدار والأجهزة الأمنية اللي محسوبة عليها كانوا ياخدوهن ويجيبوهن ويأمنونهم واللي بدهن إياه كم مرة بتذكر مش بحضور نواب من 14 أدار طلع أبو عجين قال لهم بدنا نقوص ونحط سلاحنا وصاروا يزقفوه ومبسوطين فيه يخي في فريق سياسي واضح كان يوم كانت القصة والزيارة اللي عم تحكي عنها كانت زيارة يعني بإطار آخر غير دعم المسلحين بالنصرة ورفض التعزية بجنود الجيش اللبناني على لسان نائب من حزب الكتائب ووزير كمان كانت رسالة أخرى كم مرة سبوا الجيش كم مرة اتهموا الجيش ما قالوا يومها أنه الجيش اللبناني فايت بلباس مدني وأنه على افتراض أنه فايت الجيش اللبناني بلباس مدني انت مين اللي كلفك تعمل حماية داخل عرسال ومين اللي قال لك انك تمنع انت اي جهاز امني يفوت يشتغل اللي بده اياه داخل عرسال وشو هو العنوان اللي انت تحت ظله طلعت حملت سلاح وصرت تصف الناس وتقتلها انه والله لبسين لباس مدني علما انه طلعت كذبة لا زهرمان كان شهيد زهرمان هذا اللي نحن عم نقوله من الذي كلف ابو عجيني وابو طقيه باداره عرسال وراحوا عملوا جمهوريه هونيك اعلن ابو عجيني ما قال انا رئيس بلديه رئيس جمهوريه عرسال يا اخي هذا مين اللي كلفه تحقيقات ممكن توقف عند مصطفى وعلي الحجيري هلا في شقين قد يذهب الرئيس تمام اسلام والعماد اهو اجيه إلى القول بأنه يومها كانت نحن حساباتنا تتعلق بأنه هناك من يهيئ الجو لفتنة سنية شيعية وبالتالي نحن
أخذنا القرارات اللي أخذناها بس، ولكن على الأرض في ارتكابات، في أخطاء. بدك تشوف مين اللي طلب من العسكريين يسلموا حالهم لأبو طاقية. مين اللي طلب منهم؟ الأجهزة الأمن، الجهاز الأمني المسؤول عنهم في بيروت مباشرة، أنه لا تقاوموا لا تقاتلوا، جاي أبو طاقية لعندكم. وبدك تشوف الوزير الجراح على أي أساس اتصل بأبو طاقية وطلب منه أن يضع الجنود بعهدته. مش يمكن رح يقول الوزير الجراح أنه أنا كنت بدي أحميهم، كان في استهداف للمراكز الأمنية فأخذتهم عند أبو طاقية لأحميهم. طيب أبو طاقية معروف مش عنا عن تيار المستقبل على أنه مسؤول بجبهة النصرة. كيف أنت بتحط الجنود بعهدته؟ أنا هلأ بجيب لك تغريدة لتلفزيون المستقبل يقولون فيها وصف واضح لأبو طاقية بأن عناصر من جبهة النصرة محسوبين على الشيخ مصطفى الحجيري. طيب إذا أنت عارفهم أنه جبهة نصرة وهو عارفه، على أي أساس بتحط هودي العسكرية عنده ضماني؟ وعلى افتراض حطيتهم ضماني عنده واتاخدوا من بيته، كيف أنت ما بتستدعيه على التحقيق؟ كيف ما بتحقق معه ببيروت وبتسأله أنت شو صار معك؟ بشكل كتير واضح يوم برجع. طيب وإذا هو منه مرتكب؟ قال أنا كنت ناطر الدولة تجي تاخذهم، ما أجت الدولة. على افتراض أنه سادة ومنه عم يكذب، شو ناطر ما يسلم حاله؟ إذا أبو عجينة ثبت أنه والله هن اتصلوا فيه وقالوا له شرف لعنا وقال له أنا جاهز، فإذا الزلمة ما فرقة معه. قد يكون يا خيي كل اللي نحن عم نحكيه منو صحيح والزلمي بالأدلة قادر يواجه. يتفضل مصطفى الحجيري ينزل من الجامع يقول لهم للجيش اللبناني خيي لوين بتكون، خدوني حققوا معي واسمعوا إفادتي. طيب كنت عم ليش تقول متخبي؟ كنت عم تقول انه في مستويين، المستوى الاول اللي هو وقائع ميدانية على الارض تظهر ان شيئا ما حصل. قلت حضرتك أنه طلب من العسكريين أنه يسلموا حالهم اللي بالمخافر الأمنية من قبل أجهزتهم، وكنت عم تحكي قبل عن طلب الوساطة وهيئة العلماء المسلمين وقف إطلاق النار. صح. واللي صار لوين ممكن يوصل التحقيق؟ هيئة العلماء بتقول اوعى تقربوا على واحد من المشايخ، بتقربوا على المشايخ أنا ردي قوي. هيئة العلماء بدها تفهم أنه ظروف 2014 و2015 و2016 خلصت، هاي الحسابات والتهديدات والوعيد، طرابلس بوضع آمن، عرسال بوضع آمن، داعش ونصرة ما بقى فيه، رموز الإرهاب بالسجون أو فارين، وبالتالي هذا الخطاب العالي السقف ما بقى يحمي حدا. إيه بس ما هي عم تسأل كمان بقلب بيانة هيئة العلماء المسلمين، روحوا شوفوا مين يلي قصف موكب العلماء، روحوا شوفوا مين قوص على سالم الرافعي، روحوا شوفوا مين قتل أحمد الفليطي، روحوا شوفوا كل هاي المعطيات. أنا رح جاوبك وعلى لسان ضابط ميداني. إيه؟ النقطة التي قتل فيها أحمد الفليطي، حزب الله والجيش السوري والجيش اللبناني ما وصلوا له لبعد 3-4 أيام، وبأي تحقيق بس مجرد ما توصل لجنة التحقيق يروحوا هنو يسموا أعضائها، مجرد ما توصل للنقطة بتقلون ستوب، واضح جدا من الذي قتل أحمد الفليطي. وقتل أحمد الفليطي وكان المطلوب أيضا تصفية فايز الفليطي لأنهم يملكان كنز من المعلومات. حتى فايز الفليطي لهلا عنده كنز من المعلومات، عنده كنز من المعلومات. اثنين، وين هو اليوم؟ موجود. لا معليش، شيء هو ما هو معليش مكلف من الدولة بالتفاوض. زلمي كان عم بفاوض. صح صح صح، زلمي ما عم لك كان عم بفاوض اكثر من ملف، قدر طلع ونزل وحاول. اثنين، مسرحيه اطلاق النار يومها اول شيء ما كان في حزب الله بهديك المنطقه. صح، كانوا يقولوا انه بالجرود الثانيه، بالجرود اللي على اطراف. والله انا في احد الضباط قال لي تمثيليه، وقد يكون الذي اطلق النار واحد من اللي كانوا من ضمن الموكب. لحتى بقوص على حاله زلمه سالم الرافعي بعده لليوم يا حبيبي عم بيعاني من يا حبيبي يروحوا يعملوا تحقيق. اذا ما بيتبين انه المسلحين يا خيي اطلقوا النار على هذا إيه الموقف، انه انه قوص حاله الزلمه، في حدا في في شيخ بيقوص حاله وينصاب ادري هالقد، في حدا من مجموعته بيقوص هذا المحيط. ليه؟ اللي كانوا هن موجودين فيه، لانه يومتها هيئه العلماء المسلمين كانت بوضع محرج، لكن هن طلبوا وقف اطلاق النار وهن حطوا الموضوع بعهدتهم. هلا بيجي بيقول لك انه روح اكشف على طاولة المجلس الوزراء شو اللي صار، وانه نحن بدناك ايه واضح. لا لا رح احكي على تحقيقات مجلس وزراء هلا من بالسياسة، بس انا بعدني عم بحكي بالميدان لانه حضرتك قلت في مستويين. على المستوى الميداني
شو صار يوما في ناس انطلب منا انه تسلم نفسها في حتى السلاح بتعرف وينه تبع المفرزه بعده بعهده ابو طائيه والصهر وولاده اخذوا سيارتين او ثلاث سيارات ولهلا ما رجعوا من المفرزه روح اسال ايه شو سلاح المفرزه تبع قوى الامن الداخلي اللي داخل عرسال الفصيله احني مع ابو طائيه بس قال لي انا بدي اساله الوزير الجراح يا اخي انا كصحافي يا اخي عم بساله هو بكره ضيف عندكم على اي اساس هو كلفه لابو طائيه يستلم العسكريين وهو اللي قال له يستلم السلاح تبع العسكريين والسيارات تبع مفرزه قوى الامن الداخلي رجعت ولا ما رجعت راح يقول على ما اظن راح يقول انا كان بدي احميهم لانه الهجمه كانت على المراكز الامنيه بحميهم بحطهم عند شيخ محسوب على مسمى بشيخ محسوب على جبهه النصره مطلوب بمدري كم مذكره ومدري كم استنابه قضائيه لي تتعلق بملفات ارهاب يا اخي ما في حدا في لبنان ما عنده اخطاء بس يا اخي في خطا يغفر وفي خطا لا يغتفر لك يا اخي انت حطيت في ارواح عسكريين لبنانيين حطيتهم بعهده شخص فرط فيها فرط فيها اليوم مش دفعك ثمن انت صفقه ما كنت بتعملها ومكلفتك جهد وتعب لألقيت القبض على الناس هيدي اللي رحت سلمتها لجبهه النصره مقابل استرداد عسكريك وعضت ناس كتير على جرحها لانه اللي اخرجوا بصفقه جبهه النصره قاتلين للبنانيين لعشرات لبل لمئات الشهداء ومخططين لتفجيرات والى ما هنالك هذا الزلمه انت كل الناس عم بتقول انه هو شريك ومخطط ومنفذ وسلح ومول على اي اساس انت كدوله لبنانيه بتحط هذا الموضوع بعهدته وليش انت لهلا حامي وليش ما بتطلع مين بيان حمي مين حمي بعده اليوم مطوق بيته ليش ما بينجاب ما بعرف ليش ما بينجاب خي على افتراض معلش تتفضل هيئه علماء المسلمين هي تروح تشرف على عمليه تسليمه للاجهزه الامنيه روحوا يسلموا ان شاء الله لك كل واحد منا بيقدر يرتكب جريمه بيروح المسيحي على الكنيسه والمسلم على الجامع هلا بخطف عسكريين وبروح بقول لهم انا معتكف بالجامع هذا الاعتكاف وهذا التأخير في عملية التوقيف نتيجة ضغط سياسي اصحى تفتكر لو الدولة اللبنانية في ألف طريقة ينجاب فيها من الجامع فوتوا مجموعة يا خي مية بلباس مدني على الجامع وبيصطحبوه بهدوء وبرواء وبدهم قبل ما يختوه بأم الصلاة فيهم لحتى يثبت عنده أنه هودي مسلمين حدد لهم هو كمان هويته المذهبية منيح هيك انه والله اليوم انا بعمل ارتكابات بحق الجيش اللبناني وبضحي بعسكريين واخر شيء بروح بيعتكف بالجامع بس هو بالمناسبة قديش بده يعتكف جمعة 2 3 4 5 اخر شيء بده يطلع لوين بده يروح القرار وانا هلا اقول له اذا هو عم يسمع لانه في تلفزيون بالجامع ايه؟ سلم نفسك هلا ايه؟ لانه انت اخر شيء ما في حدا يقدر يحمل سفقة لتخريجك عم بيحاولوا يأخروا بس ولكن آخر شيء القرار مأخوذ بتوقيفك أيا يكن الثمن وانتبه منيح مرحلة 2014 يلي استفدت منها بوجود فريق سياسي في صلب السلطة وفي ظل فراغ برئاسة الجمهورية مرحلة انتهت هلأ في شخص اسمه الجنرال ميشيل عون رئيس للجمهورية نعم رئيس هيدا الجمهورية طالع من مؤسسة عسكرية كرامة هذه المؤسسة عنده إياها خط أحمر أنت اعتديت على كرامة هذه المؤسسة وبالتالي المطلوب منك روح سلم نفسك طيب أنا وصلني مجموعة صور من أحد الشباب بعرسال هلأ نحن عم نحكي عن أبو طائية وعن بيته المحاصر بيقول إنه البيت مش محاصر هودي الصور أنا بعتلكن إياهن يا شباب بليز حضروا لي إياهن لنحطهم على الهواء بيقول مصور لي البيت من برا وإنه ما في شيء حواليه يعني هو شو الهدف منه التدليل على شو بالنسبة له إنه ما في شيء أبو طائية إنه مش 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 مطوق هلا قد لا يكون مطوق بالنظر مطوق بي ولكن عسكريا عسكري. بس ولكن الأكيد إنه الرجل محاصر وإذا بيكون خرج ساعتها في احتمال لمبارح لا كان بعده ببيته ببيته عم نحكي معلومات أمنية نحن كان بعده ببيته تخريج أبو طاقية يفترض
أن يدفع أول شيء الإعلام اللبناني يفتحوا الشاشات وخلي كل النهار تحكي وتقول شو كيف طلع ومين طلعه وليش طلع. ومن هون أنا دعيت قلت بشكل كتير واضح المطلوب من جهاز المخابرات اللبنانية تحديدا تفتيش كل السيارات التي تخرج من عرسال أمنية ولا مدنية، لأن في سيارات أمنية كانت عم تشتغل لخدمة أبو طائية وأبو عزيني، وأنا شو اللي بيعرفني أنه نفسها هيدي السيارات خوفا من الفضيحة وخوفا من التوريط ما مشغلها يروح يسحبوا لأبو طائية من عرسال. هيدي واحدة من الصور رح فرجيك إياها لألك البيت وحواليه. صحيح صحيح. على كل حال على كل حال لمبارح كان بالجامع لمبارح كان بالجامع ومعه اثنين أو ثلاثة مطلوبين أيضا. المرحلة الثانية من التحقيقات عم تقول في مرحلتين، في هي مرحلة مستويات. مستوى الأول بالميدان على الميدانيين اللي كانوا عم يديروا العملية على الأرض، المستوى الثاني يفترض أن يكون محاسبة سياسية أقله يا خي الرئيس سمام سلام نائب خي ما بده عملية استجواب بمجلس النواب لسؤاله عن تلك المرحلة خي يطلع بمقابلة تلفزيونية أهون شيء. إيه بس يوما كمان يعني مش 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 من منطلق الدفاع عن تمام سلام، وإنما يوما الطبقة السياسية كلها بالكامل كانت حاكمة، ما كان في رئيس جمهورية. صار في انقسام داخل مجلس الوزراء. بس يوم اللي طلع حكي نحن حطيناها على الهواء ونحن حطيناها على الهواء، يوم اللي طلع رئيس تمام سلام أرى البيان بعد الجلسة الشهيرة اللي شارك فيها قائد الجيش، كان في 24 وزير حواليه يمثلون السلطة السياسية كاملة باستثناء القوات اللبنانية اللي ما كانت يوما بالحكومة. بس كانت أكيد الكتائب. كانت ضد العملية أكيد. كانوا أكيد ما بيقدروا إلا ما يكونوا ضد العملية، لأنه أصحابهم الشباب أصحابهم. يا أستاذ مالك مجلس الوزراء واضح هلأ بتقلي أخذوا قرار ما بدهم يعملوا عملية عسكرية لتغليب الخطاب التهدوي وكذا، ويوم تتقدم ضمانات من حكى يومها. بس يوم مجلس الوزراء أعطي الصلاحية المطلقة للجيش. اليومها صار في انقسام داخل مجلس الوزراء، فريق أيد عملية عسكرية وفريق رفضها، ومش على قاعدة انقسام 8 و14. لا يوم حتى إذا بدك أولت مبارح كان الوزير رشيد درباس ضيفي في هذا البرنامج، وسألته عن تلك المرحلة. كان رشيد درباس أحد الوزراء الشهود على تلك المرحلة، كان داخل الجلسة. يقول الوزير رشيد درباس أنه ما حدا كان ضد أنه تنعمل عملية. لا كان في ضد عملية عسكرية، حتى أن التيار الوطني الحر كان ضد العملية. رشيد درباس يقول أنه ما حدا كان ضده، بالعكس كان في أمل وحزب الله أعطيت اليد الطولة للجيش اللبناني أنه عمول البدك ياه، وطلع رئيس تمام سلام على العملية العسكرية. 14 أدار كانوا ضد العملية العسكرية، والتيار الوطني الحر يومها رفض أيضا إجراء عملية عسكرية بشكل كتير واضح. أنا عم بنقلك ما قاله رشيد درباسي اللي هو كان جوا على الطاولة، عم بنقلك كلام وزير أيضا داخل حكومي. هذا اللي صار. حزب الله وأمل وثمانية أدار قالوا والمرضى أنه والأومي خلينا نروح نعمل عملية عسكرية. آخر النهار في عسكر مخطوفين. قال لا اجت من فريق 14 أدار تحت هذا العنوان اللي دايما يستخدم في لبنان للأسف. مسألة المظلومية والفتنة السنية الشيعية والخوف من فتنة سنية شيعية وإلى ما هنالك. علما أنه الفتنة السنية الشيعية لا تحتاج في لبنان لا إلى حرب ولا إلى مواجهات ولا إلى أي شيء. وبعتقد أنه اليوم في وزير مختص سبهان على ما يبدو مش مؤثر، عم بيحاول يخلق فتنة سنية شيعية في لبنان. يعني خطورة الفتنة السنية الشيعية ما بتتعلق بس مستلم الملف اللبناني. الوزير تامر سبهان عم يكون هو مستلم الملف اللبناني. هون المطلوب من الرئيس الحريري أن يوضح لنا بصفته رئيس لمجلس الوزراء ما هو الموقف من التصريحات التي يطلقها الوزير سبهان يلي هو مطرود من العراق بسبب شغله على إحداث فتنة سنية شيعية. طيب نحن عم تقولوا بال 2014 رفضتوا إجراء عملية عسكرية كان في لبنانيين مخطوفين لأنه ما بدكم فتنة سنية شيعية. طيب شو الموقف اليوم أنتوا من موضوع الوزير سبهان يلي طالع عم يحكي كلام طالع نازل؟ إيه بس اليوم عن الشرف وعن اليوم حزب الوزير الله سبهان إنما يتحدث باسم المملكة العربية السعودية كوزير سعودي. ليه بدك تلزم فريق لبناني بأنه يبرر له؟ هيدا موقف سعودي. يتحدث كوزير سعودي عن فريق لبناني
هو خصمه في السياسي ويعطي وكأنه يعطي إشارة لفريق لبناني آخر أنه نحن هذا موقفنا. إيه بس اليوم أنا أشعر أنه الوزير السبهان هذا الجو الإيجابي الناشئ اليوم من حزب الله والرئيس الحريري مش تيار المستقبل حزب الله والرئيس الحريري هو هذا عم يشتغل عليه عملية اعتراض وبالتالي هو يعمل على عدم تقريب وجهات النظر بين اللبنانيين. بس واضح أنه العلاقة ما توترت بين الرئيس الحريري ومطلوب لا 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 لا. وحزب الله. العمل سابقا ما رأيت أول تغريدي أنا عم لك ما رأيت أول تغريدي وما رأيت الثانية تلتي بدأ موقف ما بقى يمشي يعني تخيل لو أنه وزير الخارجية الإيراني عمل هيدي التغريدة أو يا خي مش وزير خارجية إيران لو ضابط أمن بسفارة إيرانية في أي بلد بالعالم بزيمبابوي بس ياخد صفة ضابط أمن بالسفارة الإيرانية وحكي عن الشرف وعن اللا شرف وعن التبرؤ وعن حزب الشيطان وصفهم مثلا لتيار المستقبل كنت عند فيك تسكت هون. طيب يا خي انت مثل ما بدك ما صارت مره ولما حكيت ايران مش بهاي المعاني ولكن لما صدر احدى التصريحات مثل احتلال عواصم اربعه ايه عن الاربعه منه عواصم. بموقع مسؤوليه وهو مش بموقع مسؤوليه وها لساتك حافظها ما قاموا لايامي وما اعادوها الشباب هلا عم بقول لك انا وزير دولي وزير حامل صفة إيه بس وزير بس يوم ما طلعت يعبر عن موقف رسمي يوم ما طلب من حزب الله انه يطلع يبرر هذا الموضوع حكي حزب الله مرارا وتكرارا إيه؟ وحتى ان هناك صدرت توضيحات إيرانية نحن خي طيب ما بده يوضح الرئيس الحريري يتفضل يطلب من المملكة العربية السعودية ان توضح هذه التصريحات تمثله هو كشخص ولا تمثل المملكة المملكة شو المطلوب فتنة إذا الحديث عن الشرف يا حبيبي نحن شرفنا دفعين 10,000 شهيد فيه بالحد الأدنى ما تيجي أنت تحكي عن شيء نحن دفعين ثمن ودم حبيبي شرف أنا بمشي ورافع راسي بكل العالم أنا بال2000 كسرت راس إسرائيل وبال2017 كسرت راس المشروع التكفيري في لبنان ومن ال2011 لل2017 عم كسر راس المشروع التكفيري بسوريا قديش بقى بدك يكون عندي انا عزة وفخر وكرامي وشرف بالوقت انت دولتك متهمي بتمويل الارهاب. بعد الفاصل الاعلاني الثاني بدي ارجع فوت على الداخل اللبناني على ملفات اخرى بالداخل فاصل قصير ونعود. مشاهدينا الى وزارة الاتصالات ومؤتمر صحفي للوزير جمال الجراح. وكان القدرة عليه 310 جيجا بايت بير سكند. الحقيقة بعد محادثات طويلة امتدت على 4 شهور فريق عمل الوزارة اللي بدي اتوجه له بالشكر سيز ناجي سيز باسل سيز عماد والشكر الكبير للسيز أحمد عيتاني اللي هو كان رئيس الوفد المفاوض على مدى 4 شهور درنا نتيجة هاي المفاوضات نرفع حصة لبنان من 310 جيجا بايت بير سكند ل 1920 جيجا بايت بير سكند بدون أي كلفة إضافية بدون ما تدفع الدولة أي ليرة على هذا السعة الجديدة اللي أخذناها كمان أخذنا تمديد للفترة للمدة لسنة 2034 كمان بدون ما تكلف الدولة أي ليرة إضافية على الخط اللي بيوصل طبعا هذا عم نحكي على الخط اللي بيوصل أبروس بفرنسا واللي موضوع بتصرف وزارة الاتصالات يعني هذا الخط اللي شريته وزارة الاتصالات الخط اللي بيربط لبنان بأبروس كانت حصتنا عليه 60 جيجا بايت بير سكن رفعناها 10 أضعاف ل 600 جيجا بايت بير سكن كمان بدون أي كلفة إضافية بدون ما الدولة اللبنانية تدفع أي ليرة على هذا التوسع 10 أضعاف حصلنا عليهم
بدون ما ندفع أي كلفة إضافية. طبعا في كلفة حوالي 700,000 دولار على توسعة المعدات اللي بتشغل هذه الخطوط، 700,000 دولار تكفلت أيضا الشركة القبرصية بدفعهم، والدولة اللبنانية ما حتدفع ولا ليرة نتيجة هذه التوسعة. الخط اللي بيربط قبرص بلبنان صار عنا عليه 500 جيجا بايت بير سكند، كمان صار في أضعاف القدرة اللي فينا نستعملها على هذا الخط. أيضا بدنا نتحمل نص تكلفة التوسعة اللي هي 350,000 دولار. يعني الخط أبرس فرنسا زدنا السعة ل 1920 بدون أي كلفة، من لبنان لأبرس رفعناها 500 جيجا بايت بدون ما نتكلف مبلغ كتير كبير، اللي هو بس 350,000 دولار، اللي هو نص المبلغ اللي لازم ندفعه. الجزء الثاني راح تدفعه الشركة القبرصية. بنفس الوقت وقعنا مع الشركة القبرصية مذكرة تفاهم لإنشاء خط جديد. يعني بس تنتهي فعاليته، في خط جديد بده ينشأ اسمه أوروبا. مضينا مذاكر التفاهم مع الشركة القبرصية أنه نكون شركاء بهذا الخط حتى نأمن استمرارية تواصل لبنان مع العالم عبر الخط الجديد. نحن عم نعمل هالشي، طبعا نحن حصلنا حق الدولة، هذا الحق الطبيعي للدولة جبناه، أخذناه من الشركة القبرصية لأنه العقد الأساسي كان مشحف جدا بحق الدولة، حصلنا حق الدولة وشوي زيادة كمان، برجع بقول بفضل جهود الإدارة بوزارة الاتصالات اللي اشتغلت على تحصيل حق لبنان من الشركة القبرصية. نحن عم نعمل هذا الشيء حتى نحول لبنان لمركز يخدم كل المنطقة، كل الدول العربية عبر لبنان. عم نحول لبنان لشيء بيسموه هب، نقدر من خلال محطة لبنان نعطي انترنت لكل دول المنطقة. طبعا هذا بيأمن دخل كتير كبير للبنان، بيحول لبنان لمركز اقليمي مهم جدا بموضوع الانترنت. لكن طبعا هذا الشيء كان لازم نأمن هيدي الخطوط، نأمن السعات العالية على هذا الخط، نأمن عقود طويلة الأجل على الخطوط بيننا وبين قبرص وفرنسا وبين قبرص ولبنان. نحن الحقيقة عم نشتغل هلأ لنصير مركز إقليمي كبير ومهم للاتصالات الدولية وللإنترنت الدولي. هذا شيء خطوة من سلسلة خطوات راح تتخذها الوزارة لحتى نقدر نترابط مع كل دول المنطقة. طبعا بالبداية بدنا نأمن لبنان بسعات كتير عالية، بقدرة كتير عالية، بسرعة ضاهي أهم الدول، لأنه نحن بدينا بمشروع، أو إن شاء الله خلال أسابيع بسيطة راح نبدأ بمشروع الفايبر أوبتكس للكابينت، اللي من خلال هذا المشروع نقدر نأمن سرعة أقلها 50 ميجابت بير سكند لكل المواطنين بلبنان أينما وجدوا بأي منطقة. هذا المشروع اللي عم نراهن عليه أنه يحل مشكلة الإنترنت بلبنان ويكون رافد أساسي للاقتصاد الوطني. نحن دراساتنا ودراسات أوجيرو بتقول نحن بالرابع سنة بنصير نأمن دخل للدولة بحدود $1 مليار، بنساهم بزيادة الناتج القومي 1.5% من خلال استثمار بمبلغ لا يزيد عن $300 مليون. هذا تقديراتنا القصوى $300 مليون، لكن بالسنة الرابعة بنرجعهم للدولة $1 مليار. حبينا نعلن عن هذا الإنجاز ونعلن أنه نحن الآن بمرحلة عم ننقل لبنان من وضع إلى وضع آخر مختلف تماما، يضاهي
أكبر دول المنطقة اللي عندها إمكانيات مالية ضخمة وعم تستثمر بهذا القطاع بمليارات الدولارات. نحن من خلال العمل الجدي اللي عم بيقوم بالوزارة عم نحصل حق الدولة من ميلة وعم نستثمر بالقطاع لحتى نحط لبنان حيث يجب أن يكون بعالم الاتصالات. شكرا. هو ما فينا أول شيء نقول أعباء، فينا نقول هذا أنفاق استثماري له مردود فوري وكبير. بالفايبر أوبتكس تو كابينت قلت أنا بالحد الأقصى 300 مليون دولار على 4 سنوات. بالسنترالات اللي هي من سنة 94 أيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري انبنت ساعتها 1 مليون خط، استهلكوا 1 مليون خط من 4 سنوات. نحن الآن بالوزارة عنا 100,000 طلب خط لمئة ألف مواطن ما بنقدر نعطيهم خطوط أرضية لأنه غير متوفرة بالسنترالات. منشان هيك هيئة أجير ولزمت السنترالات الجديدة بسعة 1,200,000 خط، يعني كمان شهر ونص لشهرين نقدر نزود المواطنين بمئتين ألف خط إضافيين على أحدث تكنولوجي، على أحدث تقنيات موجودة بكل السنترالات لبنان اللي هي 300 سنترال موجودين الآن اللي وصلنا لهم فايبر أوبتكس، صاروا موصولين كلهم مع بعضهم على الفايبر أوبتكس. هلأ بس نبلش بسنترالات جديدة بنقدر نعطي 200 ألف خط إضافي، وعنا رخصة لنجيب كمان 300 ألف خط إضافيين، فينا نوصل للمليون ونص خط عندما نحتاج المليون ونص خط. كل هذا الشيء عملناه بكلفة 12 مليون دولار. الاستثمار الأهم كمان والتاني هو الاستثمار بالشبكات. نحن مع الأسف في مناطق وأحياء جديدة حتى بالمدن الرئيسية بعد ما فيها شبكات تليفون، لزمنا المرحلة السابعة من الشبكات بكل لبنان ب40 مليون دولار، أقل من 40 مليون دولار، تنوصل شبكات الهاتف لكل الأحياء والبلدات اللي ما فيها شبكات. بيبقى عنا منطقة صغيرة ما فيها شبكات أساسا عم تشتغل على الهوائي أيضا. هلأ الأستاذ ناجي صار خالص دفتر الشروط، بأقرب وقت كمان رح نطرح المناقصة حتى نوصل لوقت كل لبنان حتى المناطق النائية فيها شبكات هاتف، والمناطق النائية عم نمدلها فايبر أوبتكس، يعني ما عم نروح عن حاس بعدها فايبر أوبتكس، فورا عم نروح على الفايبر أوبتكس، عم نعوضهم الظلم اللي لحقهم بالسابق انه دغري عم نعطيهم فايبر أوبتكس، وبالتالي حيتمتعوا بخدمة اتصالات ممتازة وانترنت سريع من البداية. صباح النور. نحن حصلنا حق الدولة، يعني اللي كان ضايع. هلأ ليش كان ضايع؟ أسألوا، هو رجل قانون وعنده مصداقية كبيرة وكل المواصفات اللي قال عن حاله على الـ LBC. سألوا ليش كان هذا العقد هيك وكيف الوزير الجديد قدر يحسنه 10 أضعاف بدون أي كلفة إضافية، وجهوا له السؤال له. تفضل. بعد 24% بس القدرة على الاستجرار طلعت من 310 لل 1930، يعني هيدي 1920. نحن رفعنا حصتنا بقت 24% لكن ما كانت مستعملة، نحن رفعناها لل 1920. نرفعها لل 1920 الشركة القبرصية بدها تركب معدات بقيمة 700,000 دولار تناخد كامل حصتنا على الخط بيننا وبين أبروس. رفعنا حصتنا من 60 جيجا بايت ل 600 جيجا بايت، 10 أضعاف،
بدون أي كلفة. معليك بس كيف ممكن هالأسعار تأثر على نوعية الإنترنت وعلى الأسعار؟ نوعية الإنترنت بتصير ممتازة أكثر لأنه المعدات اللي حتتركب لناخد كامل حصتنا كلها معدات جديدة وبالتقنيات جديدة العالية، وبالتالي نحن نستلم عبر أبروس سرعات ممتازة ونوعية ممتازة. الأسعار ما تغيرت، أسعار ما تغيرت، لأنه نحن هلا عنا كمية كبيرة من الإيوانات شارينا أصلا، ونزلنا أسعار الإيوانات للبنانيين من $240 لسقف أعلى $110 وسقف أدنى $70. يعني اللي بياخد بالكميات بيقدر يدفع حق الإيوان $70، اللي بده ياخد إيوان واحد $110. هذا الشيء طبعا تم بمجلس الوزراء، أخذنا قرار في مجلس الوزراء، نزلنا عمليا 300% سعر الإيوان اللي هو خط الإنترنت الدولي. أي سؤال تاني؟ شكرا لكم. إذن كان هذا المؤتمر الصحفي لوزير الاتصالات جمال جراح حول موضوع الإنترنت وتوسعة الكابل البحري الذي يوصل الإنترنت إلى لبنان. برجع لعندك استاذ علي لنكمل هذه الحلقة يلي طغى الملف الأمني والسياسي عليها. الحقيقة نحن عم نحكي عن الأمن وحكينا عن جرود عرسيل والتحقيقات وإلى أين يجب أن تصل. اليوم بجزء من هذه التحقيقات أو حتى إلى جانب هذه التحقيقات يقال أنه ملف عين الحلوي سيكون ملف أساسي في المرحلة المقبلة بعدما انتهينا من مسألة الجرود، بعدما أنهينا وجود داعش والنصرة، هذا التهديد اللي كان قابع ومحتل الأرض اللبنانية طردناه إلى ما بعد الحدود. اليوم يبقى هناك هاجس أمني فقط من عين الحلوي. صحيح، في مشكلة كبيرة داخل عين الحلوي، واضح جدا أن هناك عدم إمكانية في الحسم مع تنظيمات إرهابية، مع إرهابيين موجودين داخل المخيم على شكل تشادي المولوي وغيره. وأنا بعتقد استمرار الوضع على ما هو عليه سيختم هؤلاء الإرهابيين، لأنه كل يوم عن يوم عم بتكون المعركة معهم أكثر صعوبة. وللأسف ما بعرف قديش هيدي المعلومة صحيحة، أنه حاولت الفصائل الفلسطينية الحسم ولم تنجح، حتى أنها اضطرت في بعض المواقع إلى التراجع. هداك شيء كتير خطير، خطير لأن أولا وقت معركة البلالين كم مرة اجتمعوا أكثر ما أوصوا، ولا مرة قدروا ينجحوا. للأسف يعني خطورة الموضوع أولا هو على مستقبل القضية الفلسطينية. تستشعر وكأن هناك من يريد تصفية القضية الفلسطينية، يلي للأسف اليوم واحدة من رمزياتها في لبنان مسألة المخيمات. هذا إنهاء مخيم عين نهر البارد وإنهاء مخيم عين الحلوي، أو مشروع إنهاء مخيم عين الحلوي، هذا يعني بأن هناك من يريد إنهاء التكتل الفلسطيني المحافظ على قضيته، دمجه بمحيطه، وإنه خلاص خلصنا، ما بقى في شيء اسمه قضية، ما عدتوا مخيمات، ما عدتوا نسحين، مدري شو، فوتوا أنتوا بقلب المجتمع اللبناني. اثنين، موضوع أمن الجنوب. أمن الجنوب اليوم منه مسحة، هيدي منطقة اشتباك في أي لحظة مع العدو الإسرائيلي، وأثبتت التجارب بكل مرة أنه هذه التنظيمات الإرهابية هي الخادم الأمين للمشروع الإسرائيلي. فأنت بتخاف ما يكون في حدا عم يشتغل على الخط لتوظيف هؤلاء، أولا في مشروع قطع الطريق باتجاه الجنوب، ثانيا شو اللي بيعرفك أنت عبكرة إذا صار حرب في لبنان مع العدو الإسرائيلي؟ عم بيهدد العدو الإسرائيلي. نعم، أساسا يعني المناورات اللي عم تجرى منا شيء طبيعي. طب لشهر ليش خرق جدار الصوت فوق صيدا على علو منخفض؟ يعني ماذا أراد العدو إيصال رسالة؟ يعني هلا ليك، العدو الإسرائيلي بالنسبة له لبنان كله عدو. هلا خرق جدار الصوت فوق صيدا ليش تحديدا فوق صيدا؟ ما في حدا عنده الجواب التام والشافي والمقنع أو شو الاعتبار، بس ولكن أكيد أن الإسرائيلي حاول من خلال الطيران المنخفض لحدود أنه ساهم في تحطيم زجاج الأبنية والبيوت، أن يوصل رسالة واضحة، أنا موجود، أنا
ومن هون ساعة اللي بدي فيه حل. يعني مثلا طلع امبارح احد الوزراء السابقين عملنا درس بالبطلية وبالعروبة وبالإنسانية وبالقتل وكذا. ما فكر يقول إسرائيل العدو الإسرائيلي، ما استفزته خرق السيادة اللبنانية من قبل العدو الإسرائيلي. هذا اللي جرى بصيدا هو أكبر إهانة للسيادة اللبنانية، إنك أنت تيجي تجيب طيارة. يعني شوف الدول التي تحترم نفسها ما بتقبل إنه والله بتيجي طيارة وما بنطرد. خي ما كل الدول قادرة تواجه، ولا كل الدول قادرة تسقط الطيران. آخر نهار في تكنولوجيا وفي تقنيات، في دول ملكتها وفي دول مش ملكتها. بس يعني يا شباب أخلاقيا ذكرونا أنتوا بس شوي أنه هذا الحقد اللي موجود عندكم على حزب الله، يعني بس جزء منه. فرجونا حقدكم على إسرائيل. مثل يجي واحد بيقول لك يا خيي المطلوب نزع سلاح المقاومة لأنه بيخوفني. لك يا خيي طيب شو موقفك أنت من السلاح الإسرائيلي؟ شو بده طالب بنزع السلاح الإسرائيلي؟ طيب عم الطالب بيسحب السلاح اللي واقف بوجه العدو الإسرائيلي. يعني أنا إذا سحبت سلاحي ما بتعوب بتخاف؟ طيب أنت ليش منك خايف من السلاح الإسرائيلي؟ المهم بالعودة لموضوع عين الحلوة، بتخاف على بكرة هذا المخيم ما يتوظف بمشروع ما لمواجهة تواكب الحرب الإسرائيلية على لبنان إذا حصلت، أو عين الحلوة قد ينتج منه فتنة، قد ينتج منه اشتباك طويل عريض يمتد إلى صيدا. كيف الحل؟ هلأ الحل هذا الحكي يعني لحتى عبكرة ما يبلشوا، لأنه نحن هلأ صرنا بنستبع. بس بدك يكون عندك منطقة بدك تحصن فيها، ممنوع العملية العسكرية، روحوا على الحوار. أوكي خيه روحوا كلفوا الفصائل الفلسطينية، عدوا أنتوا إياها، حكوا بشكل واضح. مش هتقدر تعمل شيء. شوفوا هلأ حسمت معركة البلالين بس أربعة أيام ودمار وقتلة. آخر شيء بيزاروب هالقاد لحتى ما يصيب هذا المخيم مصابنا في جرود عرسال، نقعد ثلاث سنين اليوم وبكرة وندفع مصاري ونأمل أكل وأدوية ونشغل سيارات الدولة تأمن للمسلحين خبزهم وأكلهم وشربهم وتنقلهم على المستشفيات. وآخر شيء نضطر نعمل عملية عسكرية دون أن نستطيع أن نحفظ حياة العسكريين اللبنانيين. ما تتركوهن، ما تسهلولهن. من هلأ شوفوا كيف تكون تحسموها معهم، لأنه تكلفة العملية كل ما بيعدنا كل ما كانت أكبر وأخطر. واستغلوا هذا الجو الدولي والجو الإقليمي والجو في لبنان الناشئ حديثا لجهة ضرورة مكافحة الإرهاب وإنهاء وجوده، لعل وعسى أيضا يحظى عملية القضاء على الإرهاب داخل عين الحلوة، قد يكون القضاء عليه بالنقاش بالحوار بعمليات. إيه بس اليوم لا أحد يدعو إلى اشتباك. مش عم بحكي على اشتباك، بس اليوم لما بيكون موجود سلاح بهايدي الكترة وموجود هذا الكم من 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 المقاتلين اللي هن من 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 هذه المجموعة، يعني اليوم عم ينحكى بوجود يعني مجموعات تبع على داعش تؤتمر بداعش، مجموعات تؤتمر كان عم بيحركهم. تسجيلات واضحة أثناء معركة جرود عرسال، في عندك شادي المولوي ومجموعته وعندك البيلين. هذا شادي المولوي والله بتعرف شو مشكلتك بلبنان، إنه في فريق سياسي تطلع بكل مساره دائما كان عنده ارتباط ما أشخاص عليهم شبهة بالموضوع الإرهاب، وآخر شيء بيعطيك دروس، بصير يعطيك دروس وبيطلع بيفتح لك المجال الشاشات وبيبلشوا أنت شريك الإرهاب وأنت شريك الكذا وأنت شريك الكذا. روح لمرحلة توقيف شادي المولوي وشوف يومها الاتهامات التي طالت جهاز الأمن العام من نواب ووزراء، والاتهامات اللي طالت الوزير الصفدي والرئيس مئاتي يلي رجعت دفعته لمحل انه يا خيي خلاص شو بدكم بس اعطونا سكوتكم. وشوف يومها مين عمل الحملة. اخر شيء شو طلع شادي المولوي؟ احد رؤوس الارهاب، الارهاب في لبنان، رأس مدبر مش مسحة، جزء من معركة البلالين يقال انه هو اللي عمله. صح. ليغطي على معارك الجرد، ليضغط على ليضغط بالداخل اللبناني لتخفيف الضغط عن معارك الجرد. عرسال وروح على عرسال شوف اليوم المتهمين بالارهاب. يعني ابو عجيني يعني استقبلوا لرئيس الحكومة وكان عم يتحقله وكان مرشح تيار المستقبل في عرسال بمرحلة ما، وانه هو الاساس والرافعة. شوف ابو طائية مع مين كان يحكي ومع اي اجهزة امنية كان فاتح وكذا.
مشكلة هذا الفريق السياسي. هي أنا إذا بدي أرجع لهيديك المرحلة، طب ما اللواء عباس إبراهيم قال يوم أنه أبو طائية هو حاجة في هذه المرحلة. حاجة صح كان، وهلا بعتقد انتفت انكشف الحاجة. لا مش انتفت انكشفت الحقيقة. ليك بقي الحكي على أبو طائية بمثابة حكي لحين توقيف ابنه. الكلام اللي حكاه ابنه يحدث هزة أمنية في البلاد. تحدث عن شراكة بينه وبين أبوه وبين جبهة النصرة. تحدث عن نقل متفجرات. تحدث عن أموال. تحدث عن تخطيط لاحتلال عرسال. ليك أنت تابع المسار. معركة المهنية أخذت كتير ضجة أثناء صحيح. ليش؟ حدا سأل ليش؟ ليش؟ كان الهدف من السيطرة على المهنية الإشراف ناريا على اللبوة والنبع. وهي هي جغرافيا هي التلة عالية. اللي بتطل على كل اللي بقاع اللي تحتها. نعم. سهل اللي بقاع. موضوع المهنية ما كان مسحة. لذلك كان الاستشراس في القتال والإصرار إنه ممنوع يبقوا بالمهنية وتحريره أول مرة وتاني مرة والتسليح. ولذلك فيها قاتل نور الجمل بشراسة هو والمجموعة صحيح اللي معه. 100% واستشرسوا بالدفاع عنه. صحيح 100% كان الظرف أقوى يوم. أكيد كان التعداد. أنا يومها كان الحشد بالمئات وكان معروف من أول لحظة. بتعرف أنه مثلا في عاملة سورية بتشتغل داخل فصيلة الدرك باللحظة اللي توقف فيها عماد جمعة هربت وقالت له نهربوا ما رح تمرق. كانوا عارفين شو عاملين وعارفين لوين رايحين وكانوا فهمانين انه الموضوع منه بالبساطة اللي كان البعض عم بيصورها وللأسف. طيب انا اليوم عندي سؤال بدي اطرحه. طيب اذا انت كنت عارف حالك انك منك قادر تعمل معركة لما قالوا لك العناصر انفل ليش ما خليتهم يفلوا؟ قلت له خليكم محلكم. مش سؤال يطرح هذا تحقيق ببينه ويفترض أن يكون هذا السؤال أساسي. هيدي هالضباط الأمنيين اللي كانوا في بيروت ويلي من الساعة 12:30 الظهر كانوا بعدهم المسلحين ما وصلوا على المفرزة تبع قوى الأمن الداخلي. شو بدي بالجيش؟ الجيش كان حد منهم دغري صار الاشتباك مباشر. يعني كانت الخريطة أنه ينزلوا على الجيش بالبداية قبل ما يفوتوا على قلب عرسال. ايه وكانوا جايين باتجاه المفرزة ومن شايفين عم يتجمعوا شي 60 مسلح. طيب انقلكم من الضباط الميدانيين داخل المفرزة انه نحن لازم نفل الامور رايحة باتجاه سيء. طيب نفسها هيدي الناس اللي قالت لكم انه ما فينا نعمل عملية عسكرية ليش ما قالت للعناصر روحوا فلوا انسحبوا؟ في عناصر انسحبت، في 7 عناصر انسحبوا من المركز وقعدوا ببيت بعرسال 4-5 ايام وعلى خلفية تخون احدهم ولا يزال حتى اليوم خارج عرسال مش قادر يطلع إيواء هؤلاء. نعم. جنود أساسا يعني حتى إذا بنرجع بالذاكرة لورا جزء كبير من شباب عرسال حاول يحمي المفرزة. نعم. حتى استشهد عبابة كثير من شباب عرسال اللي حاولوا من بيت عز الدين يمكن اسمه كمال عز الدين حاولوا يحموا المفرزة. نعم. وأنا قلت لك وحموا الأجهزة الأمنية كثير يعني. صح. طيب أنا بدي أسأل اليوم يفترض أن يكون هناك تحقيق لماذا رفض انسحاب العناصر علما أنه كان لديهم الوقت الكافي للانسحاب. ليش؟ ومين اللي قال لا؟ تحقيق ببين كل شيء. لأنه أنا عم أقول لك البنت أول ما تاخد عماد جمعة تلقت اتصالات حملت حالة وفلت وقالت له الأمور ما رح تمرق على خير. وكانوا العناصر عم بيخاطبوا مسؤوليتهم مسؤوليهم أنه شو نعمل؟ خليكم سلموا سلاحكم لا تقوصوا لا تقاوموا لخيك تسحبهم. ليش انت بدك تحطهم بايد فلان وفلان اماني بالوقت اللي هني كانوا عم بيقولوا لك قادرين ننسحب؟ بانتظار التحقيق. لازم التحقيق يبين كل شيء لانه حينما طلب رئيس الجمهوريه طلب كل المعطيات التي تظهر من قام بالوضع ومن غطى ومن ساهم ومن قتل ومن الذي اسكت المدفعيه ومن الذي كان يمول ومن هي السيارات التي تنقل المواد الغذائيه والادويه. بتعيد اكثر من مره عادي. ايه اكيد عم تحاول تمرق مساج منها واضحه. ايه؟ اليوم ما في شيء مخفى. كان بعرسال كان في خط عسكري مفتوح على الجرد لفوق تطلع وتفوت وتنزل. اساسا في صحفيين لازم يستدعوا الى التحقيق وسميتهم انا وبرجع بسميهم كارول معلوف بدها تحقيق ونبيل الحلبي اللي افترض ليه ك
كارول مثلا تخيل، وهي رح نرجع نعيدها بلكن من سمعت عديك الشاشة تنسى عديك الشاشة، أخفت عن أهله الأسير المحرر موسى كوراني سنة وشهرين حقيقة أنه هو عايش، وهي بتعرف. مين قال أنه هي بتعرف؟ أنا رح أقلك لما رجعت، لأنه أنا انتهى وقت. لما رجعت هي إيه؟ وجايبة معها صيت الفيديو وعامل حالة البطل وقت سجلت، بس أنا عجبتني من يومين أسيرين. كانت على التلفزيون شفتها شو هالمعنويات المحطمة، مكسرة معنوياتها للآخر. أنا ما حسيتها هيك صراحة، مكسرة للآخر. أنا ما حسيتها، أنت ما حسيتها، أنا بعرف هي، علما أنه هي طبعا صارت تخاف، صارت بتشترط نوعية الضيوف. المهم أنا سألتها 100 مرة، وزميلنا الأستاذ وليد عبود سألها إيه؟ والأجهزة الأمنية سألتها وحزب الله سألوها. تعرف شي معلومة عن الأسير موسى كوراني؟ تقول لهم أبدا ما خلوني أعرف عنه ولا معلومة. إيه شو طلع؟ بس طلعوا الأسر، رحت التقيت فيهون إيه؟ قلت لهم أنتوا ما قلتوا لكارول معلوف أنه الأسير كوراني حيا يرزق؟ قالوا لي نص ساعة نحن نخبرها خلال الفيديو على أنه هو طيب وخبري أهله وطمنيهن، بس ما قادر يمشي، بس زالت مرحلة الخطر عن حياته. جاب الفيديو، نقص هذا المقطع. ومن قال؟ طيب أنت أخلاقيا في شاب لبناني مأسور لدى تنظيم إرهابي، ما كنت لازم تبلغي أهله؟ من سألتي 100 مرة أنه بس معلومة، راحت الأمور لبعد سنة والشهر اندفع أموال لحتى نجيب فيديو يظهر فيه الأسير المحرر موسى كوراني حيا يرزق. سنة وشهر مخبي المعلومة، ليش؟ مش تعاطفا، مش حرصا على جبهة النصرة؟ مش بالضرورة. كيف مش بالضرورة؟ شو المبرر؟ اعطيني مبرر واحد. بدك تقلي خايفة؟ كان فيها تكمش بيو، تقول له أنا عم بعطيك سر، إذا بتكشفه بيهدد حياتي، ابنك حيا يرزق. على كل حال كمان أحد الزملاء الصحفية زميل عباس طباخ بيقول مش كل صحافي طلع على رسالة أو قابل أعضاء بالنصرة يجب أن يحاسب. لا لا أنا سميت كارول، سميت نبيل الحلبي، كان تليفونه ما يصير اثنين عنده. ليش؟ بدي أسأله أنا للزميل عباس طباخ، كان بيقدر يحصل على رقم أبو مالك التلي؟ هو في حدا كان معه رقم أبو مالك التلي؟ كانوا فاتحين اتصالات. أنا عم بسأل، عم سمي بالاسم هيدي الناس اللي كان مفتوح لها خط والمعلومة اللي بدي اياها ومعطاتها الحصرية. انه انا بطلع على الجرود وانا بجيب. طلع رضوان مرتضى، بس هالرضوان مرتضى كيف طلع؟ طلع بخطة بلعبة امنية حدا غيره ما بيعملها. كشفته للزلمة، كشفته للزلمة. نحن لهون بينتهي وقت حلقتنا. أنا بدي أتشكر حضورك معنا أستاذ علي حجازي في هذه الحلقة. أهلا وسهلا فيك، دائما ضيف عزيز في هذا البرنامج وهذه المحطة. مشاهدينا حلقة جديدة بتطلع عليكم بكرة، حتى ذلك الحين بقية نهار هادئ وإلى اللقاء.